مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا، ونقول في البدايه مبروك سوبر افريقيا في اليد اللي بيحققوا ابطالنا ورجالتنا الحقيقه على حساب نادي الزمالك في مباراه في منتهى القوه. الحقيقه فوز ابدا ما كانش وليد الصدفه، لكن نتيجه تخطيط ومجهود وعرق. لازم نبارك لرجاله الاهلي الحقيقه اللي تالقوا امبارح بدايه. طبعا النجوم كلهم الحقيقه كانوا على قد المسؤوليه، لكن حقيقه اسلام حسن، كاستيلو، ابراهيم المصري، كابوتيه، حميد، كلهم الحقيقه كانوا رجاله امبارح وحققوا فوز. انا متاكد ان كل جماهير النادي الاهلي سعداء بيه للغايه، وان شاء الله باذن الله يكون بدايه المشوار. يعني يمكن احنا بنخلص وبنحتفل في انجاز ببطوله سوبر افريقيا وبنبتدي على طول ندخل في بطوله كاس الكؤوس، وباذن الله تكون أهلوية. ومهم كمان نقول ان الفوز ده بيقود النادي الاهلي لمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله هتستضيفها المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لكابتن خالد العوضي رئيس النشاط الرياضي، مبروك لكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد. الحقيقه تعبوا وحققوا انجاز كبير جدا بيضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. وخليني اقول لحضراتكم في البدايه كده، بمناسبه كره اليد، انا طبعا عاشق للنادي الاهلي وبتابع كل او اي فريق بيمثل النادي الاهلي في اي بطوله، لكن انا اساسا مهووس بكره القدم زي كل او الغالبيه العظمى يعني من جماهير الكره في مصر. كره القدم هي المعشوقه الرئيسيه او الهوس الاهم يعني لينا في متابعه الرياضه. وفي فتره من الفترات وانا صغير كده كنت بقول، وبالذات لما الاهلي بيخسر لقب او بيخسر ماتش مهم، يعني كنت بقول هو ليه النادي الاهلي ما بيركزش في كره القدم بس؟ يعني ليه النادي الاهلي شايل مسؤوليه كل الرياضات دي والابطال دول؟ وبحسبه بسيطه كده، حسبه ممكن تكون ساذجه طبعا في التوقيت ده، كنت بقول ما اعتقدش انه الرياضات دي بتكسب حاجه، وليه الاهلي بينفق هذا الكم الكبير جدا في البنيه التحتيه وفي اعداد الفرق والمعسكرات والاجهزه الفنيه في بطولات ما لهاش شعبيه او جماهيريه قوي على مستوى مصر؟ ما نكتفي بانه النادي الاهلي يكون زي على فكره عدد كبير جدا من انديه العالم انديه كره قدم فقط وانديه ابطال، وبكلم حضراتكم في الدوريات الخمسه الكبيره، في انديه ما عندهاش الرياضات الثانيه، ما عندهاش سله وباسكت وكاراتيه وسباحه وغطس والى اخره، مركزين بس على كره القدم. وما بالكم، كان سؤالي المنطقي في الوقت ده، ما بالكم لو الاهلي مخصص كل امكانياته وكوادره وميزانياته وانفاقه على رياضه كره القدم بس، كان ممكن يكون الاهلي فين؟ لكن الحقيقه لقيت انه الاهلي قلعه من قلاع الرياضه مش بس في مصر لكن في الوطن العربي وافريقيا. واذا استثنيت الاهلي، مع كامل الاحترام والتقدير لكل الانديه المصريه، لو استثنيت الاهلي او خرجت الاهلي من منظومه الرياضه في مصر، اعتقد حجم التاثير مش هيكون بنفس لا الكم ولا الكيف. وادركت تماما ان الاهلي من بدافع المسؤوليه الوطنيه وكونه واحد من اكبر واقدم واهم الانديه على المستوى العربي والافريقي والدولي كمان، منوط بيه الحقيقه انه يقوم بالدور ده ويلعب الدور ده ويستغل الكوادر البشريه والامكانيات اللي بيتمتع بيها والقاعده الشعبيه عشان يكون بينافس على كل البطولات. لكن في النهايه دي مسؤوليه كبيره جدا وضغط على من اكبر راس الحقيقه في النادي الاهلي، من اول رئيس النادي الاهلي وصولا للاشبال والناشئين الصغيرين اللي مطالبين الحقيقه بان كل بطوله وكل مسابقه يشاركوا فيها يكون حريصين على ان هم يحرزوا اللقب او يحتلوا المركز الاول. مره ثانيه بنبارك طبعا، لانه الفرحه امبارح كانت كبيره جدا. صحيح المباراه ما اتنقلتش او ما اتذاعتش، كنا نتمنى نشوفها او انها تتذاع، لكن في النهايه الحقيقه انا يعني يمكن من لحظه ما ابتدت المباراه وانا قلت لحضراتكم في الدقائق الاولى هنا كانت النتيجه وصل 12-11 للنادي الاهلي، ومن بعد ما خلصت الحلقه على طول وجماهير النادي الاهلي على كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتابع المباراه لحظه بلحظه، وتابعت الحقيقه فرحه كبيره، فرحه جنونيه وهستيريه بعد تحقيق اللقب. مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي على احراز لقب. والنهارده